مرحبا وأهلا وسهلا بكم على قناة الوردة أرستانا. اليوم فيديو جديد وهو ميزة جديدة ظهرت على اليوتيوب بعد التحديث، يعني الميزة راح تظهر مع بداية دخول سنة 2022. الميزة ظهرت على اليوتيوب كم يوم فقط، ظهرت على القنوات اللي عددها كبير، يعني راح نشوف إذا هي ظاهرة على القنوات الصغيرة ولا لا. أول شيء راح نقوم بالدخول إلى تطبيق اليوتيوب وراح نتعرف على الميزة اللي ظهرت جديدة وإيش هي فائدة هذه الميزة. تابعوا معي وأهلا وسهلا بكم جميعا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من القناة الوردة أرستانا. سنقوم بالدخول إلى اليوتيوب وبعد ما قمنا بالدخول اليوتيوب سأقوم بتغيير الحساب إلى دخول إلى قناتي، قناة الوردة أرستانا. وبعد ما دخلت على قناتي، هذه قناة الوردة أرستانا، سنقوم بالدخول إلى البحث بشكل عادي. بعد ما دخلنا إلى البحث ظهرت لي هذه المربعات عبارة عن فيديوهات مميزة لصاحب القناة. أنا الأمس قمت بالبحث على قناة رؤية للمعلوميات وقناة علامة الاستفهام وبعض القنوات لأقوم يعني بالتصفح ومشاهدة بعض الفيديوهات. تفاجأت بهذه الميزة وهي ظهور أحد الفيديوهات على واجهة البحث، يعني راح تظهر لك بعض الفيديوهات من أصحاب القنوات التي أنت قمت بالبحث عليها في خاصية البحث في اليوتيوب. إليكم بعض الفيديوهات. سنقوم بالدخول إلى هذه القناة، قناة أكلات ومنوعات مع هدى العالم. ظهر لي هذا هو الفيديو على شكل مربع صغير، وهذه الميزة هي نوعا ما ميزة تحفيزية للمشاهدة الفيديو للمرة الثانية والثالثة، يعني إلى آخرها. يعني بيقوم اليوتيوب بتفكيرنا، يعني نرجع نشوف الفيديو الذي شفناه من قبل أو الذي قمنا بمشاهدته. هذه ميزة يعني راح تساعدنا في زيادة المشاهدات، يعني في ميزة حلوة. واتمنى الفيديو يعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سنقوم بالدخول إلى هذا الفيديو، سنضغط على المربع، ظهرت لنا القناة فورا، قناة أكلات ومنوعات معها هدى العالم. واتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من قناة الوردة أرستانا. سلام.